والان المولوديه كما قال جمال نظن بلي الان لازم نقعدوا في هذه القمه لان الصعود يكون سهل، لكن باش الان لازم المولوديه تعاود تكبر من دراو جديد. يعني معنا انسان اللي دا ثلاثيه كان الان مازلنا نتكلموا عليها، هذا الان راح نشوفوا لا تشامبيونز ليغ، لازم المولوديه تكبر من كل نواحي. الا شفنا هذا العام الحاجه اللي كانت مليحه في المولوديه هو الهدوء، الهدوء في الطاقم في, 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 في الاداره. يعني بكري لعبنا في وقتنا حنا ولا كي كانت كان لانفو تخرج رابيدمون والناس تكبرها. هذا العام الا شفنا بلي لانفو من المولوديه ما كانش تخرج، كان الناس تخدم في الهدوء، وهذا الامر اللي ساعد بزاف الطاقم الفني واللاعبين. والشيء المهم كذلك هو اتحاد الجمهور، فهم الجمهور بلي بدون هذا الروح اللي كانت في المدرجات اللاعب ولا المدرب ما يقدر يدير والو. وشفنا هذا العام بلي جمهور المولوديه متدرس، بلي الجمهور تاع المولوديه عنده مستوى وابدعنا في كل المباريات. الى كان نشوفوا من الناحيه التكتيكيه المولوديه احسن فريق من كل النواحي، دفاعيا هجوميا. ما يخفى خالد الفريق ما تلقاش اي هدف في 18 مقابله، اي هدف ما تلقاش. احسن ممرر، احسن هداف يعني. ولا كان تشوف ثاني احسن هداف مع ثاني احسن هداف، احسن دفاع، احسن هجوم. لكن نسالوا سؤال، المولوديه كان هذا العام كتاب مفتوح على بالنا التشكيله راح تدخل، على بالنا مام لي شونجمون شكون هما، لكن ما قدرت حتى فريق يقدر يسيطر على المولوديه مهما كان الفريق، رغم الخساره تاعها في قسنطينه، وعندها خسارتين في قسنطينه، لكن ما قدروش يسيطروا عليهم. رغم ان قلت لك المولوديه كان هذا العام كتاب مفتوح، لماذا؟ هي راجع لقوه شخصيه الفريق هذا العام. يعني كي يكون عندك لاعبين مثل بالليلي ولا مثل نعيجي ولا زوغرانا، يعني الخاطر يجيك من اي لاعب، ما تقدرش تحسب المولوديه بزاف الحسابات.